السلام عليكم اخوتي اخواتاتي، كديري لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله، بصحة والسلامة يا ربي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كتشوفوا اليوم جبت لكم واحد العطر عود مود، من لا يعرفوه زوين، ريحته فنه، كتشم فيه ريحه العود، نيت واعره واعره، ماشي قاسح، ماشي داك العود القاسح، بالعكس العود الخفيف، ريحته زوينه. قلت لكم عود كتشم فيه عود خفيف ماشي قاسح، يعني قال لي ما كيبغوش الريحه القاسحه، راه ممكن لهم يديروه. الريحه كتمازج ما بين الزعفران، كراميل، زهور، المسك، العنبر، يعني مخلطين فيه، هادو كتشم فيه، ممكن يديروه رجال ونساء حتى هو، يعني كاين الروايح كنجيب لكم هاد المره، يعني رجال ونساء، انت ولدك، انت وراجلك، انت وخوك، ممكن تستعملوه، وكبار والصغار. هاد العطر ممكن يديروه الكبار والصغار، كتشوفوا عطر فواح زوين، وحتى هو من مجموعة ديال العطور الإماراتية ديال لطافة، هانتوما هاد التيكي ديالو الغري، باش تعرفو الغري. الريحة هادي راه ماشي كاغيط، هذا اللي لاصق فيها، ماشي كاغيط، هذا توب هنايا نسقينو، عود مود شركة إماراتية الفري. كما قلت لكم نسبة الثبات عالي، ونسبة الفواحين كذلك. كنجيب لكم العطور اللي تناسبوا مع هذا الوقت، هذا الجو، هذا اللي احنا فيه دابا، ما هما قاسحين وهما خفاف بزاف ديال الصيف، يعني يتناسبوا مع هذا الجو هذا، يعني ماشي كدير الريحه كتخنقك بالقسوحيه ديالها، لا زوين. ها انتما دايره قريبه تسالي، شتيها قالي فيها شويه، يعني راه وقته هو هذا، ماشي بارد الحال بزاف، ماشي سخون الحال بزاف. ها انتما كي كتشوفوا، نتمنى اللي عجبو الفيديو يدخل عندي الانستغرام ديالي ملكه بي ام اس اوفيسيال، هذه كدير 170 درهم، هادي 170 درهم، هانتوما انا قلت لكم الثمن، واللي بغى شي حاجه يدخل عندي الانستغرام كما قلت لكم ملكه بي ام اس اوفيسيال. هانتوما شوفوا غير البواطه ديالها شحال زوينه، فنه، تحل التي نحلها، هانتوما كيقادو من التحت باش الريحه ما حتى الا تسقطت لشي بلاصه ما تهرش، واخا يرطخو بها، واخا هادي شوفوا شتي دايرين هاد الكواغط محميه من جميع الجهات، وعاد هاد الشابو ديالها بلاقه، شوفوا الديكور كي داير، الديكور واعر، نتمنى يعجبكم الفيديو ان شاء الله، خليت لكم الراحة والى الملتقى ان شاء الله، واللي بغى شي حاجة يدخل عندي الانستغرام، مرحبا بكم كاملين.